بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا لم يخلقنا لحاجة منه إلينا، لأنه هو الغني المطلق، لا يحتاج إلينا ولا إلى عبادتنا. نحن لا نزيد في ملك الله سبحانه شيئا إن أطعناه، ولا ينقص من ملكه شيء إن عصيناه. وإنما الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، هو القادر المطلق، ولا فرق في قدرته بين أن يخلق ذرة أو أن يخلق مجرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو القادر المطلق، ولا يكلفه إذا جاز التعبير الخلق شيئا، لا ينقص منه شيء. فإذا لم يكن يخلقنا كان السؤال هذا: أنت قادر ولا ينقصك شيء، فلماذا لم تخلق من ترحمهم؟ فلذا الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، للرحمة خلقهم. قد رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى قسمين: أكو رحمة عامة تشمل الجميع، رحمتي وسعت كل شيء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما جاء بإسماعيل إلى مكة: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. كان يعلم أن من ذريته مشركين، فلما اجى إلى مكة ولم يكن هناك بئر زمزم أيضا، أرض قاحلة جرداء لا بها ماء لا بها أشجار، فدعا الله سبحانه وتعالى بدعاء. الدعاء: وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. يعني الدعاء بالرزق كان دعاء خاص بالمؤمنين من ذريته. الله شنو جاوبه؟ لا، الرزق عام. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار.
فلذلك رحمة الله في هذه الدنيا عامة للمؤمن والكافر والفاسق والمنافق والصالح والطالح، هذه هي الرحمة العامة، ما يحتاج لا فيها إيمان ولا فيها عمل صالح. الطفل حينما يولد الله سبحانه وتعالى مهيئ له كل شيء وهو لا يفقه شيئا، إذا آمن إذا كفر الله سبحانه وتعالى لا يقطع عنه الرزق. لكن هناك رحمة خاصة، هذه الرحمة الخاصة تحتاج إلى قابلية. هذه القابلية توجد بالإيمان والعمل الصالح، يعني إذا الإنسان صار مؤمن وعمل بالصالحات معا إيمان وعمل صالح، هذا الإنسان يصير قابل لرحمة أكبر من ذيك الرحمة العامة. لذا في الآية الله يقول رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، سأكتبها يعني بالمستقبل، يعني في القبر في القيامة في البرزخ، سأكتبها للذين يتقون. الإنسان إذا آمن وإذا عمل صالحا تصير به قابلية لكي يرحمه الله سبحانه وتعالى بالرحمة الخاصة. زين الله كريم، حس إذا الرحمة الخاصة يعممها شنو المشكلة؟ الجواب الله كريم لكنه حكيم أيضا، الله كريم بس حكيم. وإذا الكرام ما كان في موقع القابل هذا نقص. فدي يوم أنا كنت رايح للبحرين قبل 10 سنوات تقريبا، فأحد أصدقائنا وكيل السيد العم حفظه الله تعالى هناك في البحرين، كنا راكبين وياه في السيارة، هو دا يسوق أنا قاعد بجنبه، فوصلنا إلى مفترق طرق الإشارة الحمراء وتوقفت السيارة، فإذا واحد يجي مجدي يتكفف سيارات الواقفة، شايفين عندما السيارات توقف بالسيطرات مثلا أو في هذه الأماكن يجون الناس يتكففون. فالشيخ قال لي هذا الرجل اللي الآن دا يتكفف رجل سكير، هذا 24 ساعة سكران وبس ما عنده لا فلوس ولا عمل، يجي بهذا المفرق من الطرق يوقف يتكفف من الناس، الناس هم يطوله قليل أو كثير إلى المقدار الذي يصير بمقدار أن يشتري بهذا الشيء اللي أخذ من الناس أجلكم الله بطل عرق، شال الفلوس راح اشترى هذه المادة الخبيثة النجسة ويشرب خلص ومرة ثانية يجي يرجع يتكفف، وهكذا دائما هذا شغلته. زين أنا اللي أدري أنه هذا الشخص وهو فقير طبعا لأنه لا عنده عمل لا شغل لا كذا، إذا أنا عندي مليارات وأدري أن هذا الشخص يريد يصرف هذه الأموال في الحرام، أني أقول أني كريم هذا طلب مني فلوس لازم أطيله؟ إذا أطيت له فلوس هذا خلاف الحكمة، الناس يلوموني يقولون أنت كريم خلي كرمك في وين؟ في المكان القابل. لا يسألون الناس الحافة، أكو ناس هذه أفضل أنواع الصدقة، أكو ناس يحسبهم الجاهل يعني الذي لا يعرف حالتهم أغنياء، هو فقير ما عنده طعام أنه بالليل يجيبه لعائلته، لكن لعزة نفسه يحسبهم الجاهل أغنياء. ليش؟ من التعفف، عنده عفة في نفسه، عنده كرامة لنفسه. لا يسألون الناس إلحافا، ما يروح يجدي، هذا أفضل أنواع. هذا الشخص الطيلة تروح دور عليه القيه تبرع له تعطي صدقة، هذا أفضل أنواع الصدقة أو من أفضل أنواع الصدقة.
أما إذا واحد ما إلى قابلية، إذا أنت ترحمه هذا خلاف الحكمة. الآن فد واحد إرهابي اعتقلوه، زين من الرحمة أنه أطلق سراحك، وأنا أدري إذا أطلقت سراحه باكر راح يفجر ناس. هنا إذا استعملنا الرحمة وأطلقنا سراحه هذه حكمة؟ لو هذا عمل غلط، هذا عمل غلط. الله سبحانه وتعالى رحيم لكنه حكيم أيضا، ورحمة الله من صفات الفعل ترتبط بحكمة الله. إذا إحنا قابلين للرحمة الله سبحانه وتعالى يرحمنا، وإذا مو قابلين للرحمة الله كريم بس ما راح يرحمنا لأن ما لنا قابلية. أكو بالحديث الشريف لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو يعني إذا ما أمرت بالمعروف ولم تنهى عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب. ظالم مسلط عليك سنوات طويلة تدعو الله سبحانه وتعالى، الله ما يستجيب الدعاء. ليش؟ يقول أنت مو قابل لأن أستجيب دعائك. يوم اللي أنت ارتكبت المحرمات، يوم اللي الناس ارتكبوا المحرمات، لم تأمر بالمعروف لم تنهى عن المنكر، بعد ما عندك قابلية أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعائك. لكن إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى هم أصلحت نفسك وهم أمرت بالمعروف هم نهيت عن المنكر، بدءا من عائلتك، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا هذا صار بعدين عندما تدعو الله يشوف أنك قابل لاستجابة الدعاء فيستجيب دعائك. فإذا علينا أن نصحح إيماننا، إيماننا يكون صحيح على ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وبينه القرآن والرسول صلى الله عليه وآله والأئمة، وأن نعمل صالحا، أن نكون في الطريق الصحيح اللي الله سبحانه وتعالى يريده، ومو هو يصعب. لو واحد يصلي صلاة صحيحة، يصوم شهر رمضان، يتعامل بصدق بأمانة، لا يغش الناس، أسلوبه يكون صحيح مع أهله مع أولاده مع أقربائه مع أبوه مع أمه، سهل مو صعب. الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وآله يقول الشريعة السهلة السمحاء، الشريعة سهلة مو صعبة، إحنا نصعبها على أنفسنا، هي مو صعبة. إذا الإنسان التزم توجد فيه القابلية فالله سبحانه وتعالى يرحمه بالرحمة الخاصة إضافة إلى الرحمة العامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها.